إبراهيم عن نيته في السفر لزيارة والدته وعن إمكانية تغيير ذلك والبقاء في إنجلترا لمتابعة هذه المباراة. هذا على مستوى ليستر، أما على مستوى تشيلسي وجمهور تشيلسي فمن المتوقع أن ترفع لافتة من جمهور فريق تشيلسي موجهة لفريق توتنهام حول قدرة فريق تشيلسي على قتل هذا الحلم، كما تشاهدون هنا بأن هذا الحلم سيموت في ستامفورد بريدج. 55 سنة مرت بالنسبة لتوتنهام، وجمهور تشيلسي يوجه رسالة لتوتنهام بأنك ستنتظر 55 سنة أخرى لتحقق لقب الدوري الإنجليزي. ميكيل بديل النهاردة عشان يحمي تيري وكاهل بشكل جيد، لكن كين ذكي جدا، ذكي جدا في أنه بيقدر يستلم الكرة في البوكتس ما بين الخطوط بشكل جيد. تفضل ميدو، هذه رسالة من يحيى لك. تفضل لك، بدنا نشوف ميدو لايف مباشرة على قناة بي ان وهو بيحلى شعره وليستر بيربح اللقب أمام إيفرتون السبت القادم. يعني هو مش يعني هو عايز توتنهام يكسب النهارده. هو يعني الرجال متعاطف معك، معطيك اسبوع زياده. شكرا ميدو، شكرا نواف. دعونا ننتقل الى ستامفورد بريدج. مشاهدينا الاعزاء، تابع معكم ركله البدايه الشوط الاول من هذه المباراه، الكلمه والتعليق للزميل العزيز فهد العتيبي. فهد مساء الخير وتفضل لك الكلمه. ثم انتظار خدمة من تشيلسي نفسه في مباراة ليستر، عرضية أولى محاولة لكنها تمر بمحاذاة القائم، وبعد ذلك ضربة مرمى لسبيرز. موسم غير عادي لتوتنهام بصراحة، الكثير ممن يتعاطف. تمريرة فيها تغطية وتدخل داني روز في مكان خطير خارج منطقة الجزاء، تسديدة ولكنها اعتلت العارضة، جميلة من جانب روز، مرت وإلى ضربة مرمى. بغض النظر عن ما يمكن أن يحدث في نهاية هذا الموسم، لابد أن تشيد بهذا الفريق. على يسار إريكسن، توتنهام في الهجوم، إريكسن يلعب كرة نحو القائم الثاني، خطيرة لتوتنهام، كايل ووكر لكنها عدت تحت خطورتها، وفي الأخير إلى رمية جانبية على تنفيذها لاميلا. لاميلا يلعب كرة للقائم الأول، تغطية وتدخل ثم إريكسن بعيدة جدا كرته، وفي الأخير إلى ضربة مرمى لتشيلسي. ضربة مرمى، كرة جاءت بعيد، سيزار لبيدرو على يسار لتشيلسي، بيدرو محاولة تمرير الأمام خطيرة إلى زبلكويتا، مرتدة سريعة لتشيلسي مع دييغو كوستا في الهجوم، لمسة خطيرة لفابريغاز وكرة. خطيرة جدا لمصاعد تشيلسي، كرة كانت محققة، فرصة قريبة جدا من الهدف الأول للبلوز. تبادل كروي يفعل شيء يقارب أن يكون مستحيل بصراحة. الكرة يصعدها مرة أخرى توتنهام، هيونغ مين يحاول مع تسديد كرة لكنها مرت بمحاذاة القائم، خطيرة جدا من جانب هيونغ مين اللي ضاعت كرته الخطيرة. الفرصة السانحة من جانب هيونغ مين، سون شوفها مرة أخرى، لاميلا تحضير كرة من مسافة بعيدة جدا، يحاول أن يجرب حظه، كرة ثابتة لتوتنهام، هاري يلعب كرة قوية لكنها تمر تعتلي العارضة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى لتشيلسي. محاولة كانت من جانب هاري كين كالحال في الموسم الماضي مع سبيرز. كرة تعود بالخطأ إلى دييغو كوستا، فرصة متاحة لمصعد تشيلسي، دييغو مر يلعب كرة لكن اعتلت العارضة، جميلة من دييغو، الثعلبة من دييغو خطيرة جدا من جانب النجم الإسباني اللي خطف كرة بالخطأ من الاعتماد على اسم واحد. كرة تعود مرة أخرى، بين الهجمة من جانب داير، لمسة من إريكسن خطيرة لليمين، كرة لهاري كين مر. مرة أخرى يجدد علاقته بشباك تشيلسي، شوف اللمسة الأداء الجماعي إريكسن إنه توتنهام يبقى يحافظ على أمله حتى الجولة الأخيرة من الموسم. خطأ يحتسب الحكم، ثم بعد ذلك دييغو يبدو لنا متوترا غاضبا من قرار الحكم ومن عدم إخراج بطاقة في اللقطة الأخيرة. حكم المباراة كلاتنبرغ يستدعي داير جدل وغير محبوبا عند الكثير من المشجعين. الكرة طويلة للأمام خطيرة لمصعد سيسك فابريغاز لكن التغطية والإبعاد، ضربة مرمى لتوتنهام، ضربة مرمى لتوتنهام، يأتي اليمين عند كايل ووكر، كايل ووكر في الجبهة اليمنى، كرة عرضية خطيرة اليمين ولكنها تصدم في الدفاع، راسية أخرى وهي أقبير بكرة لكنها أقرب لدفاع تشيلسي.
خطيرة مرة أخرى لمصعة سبورز اللي كانوا قريبين جدا من الثاني، قريبين جدا من هدف ثاني. بات توتنهام بيدرو يحاول أمام كايل ووكر، بيدرو كرة عرضية إلى سيسك، مرت إلى دييغو، خطيرة كوسا، تحضير باتجاه ويليان، ويليان على حدود المنطقة تسديدة لكنها بعيدة من جانب ويليان، وفي الأخير ضربة مرمى لتوتنهام. شوط بدأ يتحسن تدريجيا، بدأنا نشاهد أداء فيه إثارة أكثر، بدأنا نشاهد خطورة أكبر من الفريقين، شاهدنا هدف لتوتنهام محل بيغوفيتش. كل يعلم أنه تشيلسي خلص أموره في الموسم القادم، سيكون مدرب هو كونتي. ممتاز المحاولة خطيرة من جانب إيريكسن، تمريرة له يوغمين، والثاني يوغمين، والثاني لتوتنهام. الله يا إيريكسن، الله يا إيريكسن، والله اللي توتنهام غير عادية. اللقطة الأخيرة غير عادية، اللمسة الرائعة من جانب إيريكسن، يقاتلون من أجل حلم عمره أكثر من 56 سنة. شوف اللقطة الأخيرة، الخطأ من دفاع البلوز، خطأ كبير من ويليام في إعادة الكرة لإيفانوفيتش. إيفانوفيتش الكثير من الأخطاء على أرضية هذا الملعب، سيكون حتى الفوز الأول في البريمير ليج بمسماه الجديد. هذه طبعا اللقطة اللي تشاهدها في هذه الأثناء. داني روز يلعبها للأمام، هاري كين، صافرة الحكم مارك لاتبير، تنهي الشوط الأول. توتنهام يتفوق في ميدان تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء، يبقي أمل كبير في الفوز بلقب هذا الموسم، ولكن لا زال هنالك شوط. حدث بالخيانة واللعيبة طلعت قالت ان هم خزلوه. انا في رايي اوكي ماشي، طبيعي ان انت مش عايز توتنهام ياخد الدوري، لكن مش طبيعي ان ايدن هازارد يطلع قبل المباراه يقول ان انا ان تشيلسي ونادي تشيلسي كله بيتمنى ان ليستر ياخد الدوري. في رايي، انا في رايي ان هو تصريح خارج النص. صحيح، لو كنت مسؤول في تشيلسي كنت عاقبت هازارد، لو كنت مسؤول في توتنهام كنت اعترضت على التصريح ده، لان ايه قيمه التصريح ان انت تطلع تقول ان 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 ان, إن, إن تشيلسي اداره ولاعبين ومدربين وجماهير عايزين ان ليستر يفوز بالدوري. في رايي تصريح خارج عن النص. الفريق الذي يقاتل الفوز بلقب البريمير ليج هذا الموسم، وامام تشيلسي الذي كان عنده معاناه في شوط المباراه الاول، لم يقدم فيه الاداء المتوقع. حافظ على كره تكسب خطا سريع على هيونغ مين، لاميلا في الانتظار، هاري طلب الكره، لاميلا لمسه مريحه ذكيه، هاري كين يلعب كره، الحارس على مرتين، مرة أخرى هاري يريد شباك تشيلسي، مرة أخرى يريد مرمى تشيلسي. شوف هاري كين لمسة على يسار، محاولة عند هازارد الخطير، هازارد عاد في المرة الأولى، تسديدة هازارد سهلة عندها يوغو لوريس، سهلة عند الحارس الفرنسي. بدأ يتحاول أمام جون، كين يبحث عن تمرير الكرة على اليسار، ذكية لداني روزمار، روز يلعبها خطيرة لهيوغو مين، مرت بمحاذاة القائم. يا سلام يا سلام، أداء غير عادي لتوتنهام. ولسه في مباراة ليستر، هذه كرة من جانب ويليان يلعبها نحو القائم الأول، خطيرة باتجاه كين، وكرة هدف للبلوز، عودة لأزرق لندن. غاري كاهل بدون رقابة، المدافع كان وحيدا في اللقطة الأخيرة. شوف مرة المر، هازارد عدى إلى دييغو، خطيرة مع هازارد، كوستا مر بكرة خطيرة لويليان، ويليان والثاني ضاع من ويليان، ضاع. الله يا هازارد، الله يا هازارد، لسه أقول الذهب يبقى ذهب. شوف اللمسة الرائعة، العمل الكبير من إيدين هازارد، أسيست الوان تو لويليان، اختراق الدفاع، ويليان مر، ويليان يحافظ على كرته، ثم فابريغاس عند هازارد، عرضية هازارد وكرة، يا إلهي. تتلعب كايل ووكر في الجبهة اليمنى، محاولة مرور بينية خطيرة لباسون، شالها بيغوفيتش وعادت لإيريكسن بعد الدفاع. الله يا توتنهام، البديل ماسور كان عنده فرصة لهدف ثالث، شوفها جميلة من كايل ووكر، ضرب الدفاع، مر باللاعب واثنين، مر هازارد يحافظ على كرته، أعطى واحدة بين القدمين لكايل ووكر لدييغو، كوستا مر لهازارد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله
حبيبي غير عادي هازارد، يا حلاوة كورتك يا مهارتك يا سحرك يا دين يا دين يا دين. دقائق معقدة وصعبة، شوف هذا هازارد، شوف هذا هازارد أفقدهم توازنهم وتركيزهم. طبعا طبعا لقطة عادية، انذار، حالة طرد على توتنهام الآن. لا، داير لا يملك انذار، داير لا يملك. ليستر سيتي سيكون البطل، وذلك يفعل تشيلسي من أجل رانييري من البريمير ليج. ويليان يحاول يكسب خطأ، يكسب خطأ، انذار، انذار على هاري كين، هداف هذا الموسم يحصل على انذار. بدل أفضلية لهازارد، ملتدى سريع، هازارد يكسب خطأ لمصعد تشيلسي وانذار. من بقي في توتنهام لم يحصل على انذار، من بقي في توتنهام لم يفقد توازنه، من بقي في توتنهام لم يريد تتويج ليستر الليلة وصافرة، وانتهى كل شيء يا بوتشيتينو. يا لقساوة كرة القدم هنا، ويا لحلاوتها في مكان آخر، ويا لها من نهاية صعبة دراماتيكية مثيرة على توتنهام اللي كان متفوق بهدفين. انتهى كل شيء، انتهى الموسم، وانتهى السادس والعشرين على التوالي منذ عام 90 لم يتمكن توتنهام من الفوز باللقب في أو من الفوز في مباراة على غريمه التقليدي فريق تشيلسي في ملعبه في ستانفورد بريدج. آخر انتصار كان عام 90، منذ ذلك الحين لم يتمكن توتنهام أبدا من الفوز في ملعب تشيلسي، وربما كانت هذه الفرصة فرصة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذا الأمر الذي لم يحدث، وبالتالي فاز ليستر وتوج رسميا الآن بطلا للقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة قدم. ليكون الظاهر على الشاشة هو بطل للدوري، لم يحقق هذا اللقب مع فرق كثيرة كبيرة أخرى دربها، لكنه يحقق هذا اللقب بعد سنوات طويلة جدا من التدريب. مع من؟ مع فريق ليستر. وأي لقب؟ لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي يعد في نظر كثيرين هو واحد من أصعب الألقاب التي يمكن أن يحققها أي فريق كرة قدم على مستوى العالم، وليس فقط على مستوى الدوريات الأوروبية.